نستأنف حديثنا في متابعة هذه السلسلة العظيمة المباركة التي كنا بصددها قبل أيام المباركة وهي أيام العشر، ألا وهو الخشوع في الصلاة. نرجع إلى هذه السلسلة العظيمة، الخشوع في الصلاة، تزاحموا تراحموا، لأن الخشوع في الصلاة عباد الله كما قال بعض أهل العلم فالخشوع واجب في الصلاة، واستدلوا بقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، لأن الخشوع ورد في أمر واجب، إن من الأمور الواجبة التي ذكرت هذه الآية الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون لآخره، هذه الأمور واجبة على كل مسلم، إذن فالخشوع جاء بعدها الأمر، لكن في أهل العلم هل هو شرط؟ نعم، العبرة أن الخشوع قد من رحمة الله تعالى أن الله لم يجعله شرطا، لو جعله شرطا في صحة الصلاة فالصلاة لا تقبل منا أبدا، إن الذي لم يخشع في الصلاة صلاته باطلة، لكن من رحمة الله تعالى أنه لم يجعل نية الخشوع شرطا في صحة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسكون في الصلاة، والسكون كما قال أهل العلم لا يكون إلا بالطمأنينة، فمن لم يطمئن في الصلاة وهذا فرض، إذا اطمئنان في الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة، فمن لم يطمئن في الصلاة لم يسكن، ومن لم يسكن في الصلاة لم يخشع، ولم يخشع ومن لم يخشع فاته الفلاح، لأن يعني الفلاح جاء معلقا بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، يعني الفلاح جاء معلقا بالخشوع، فمن لم يخشع فاته والخشوع لا يكون بالسرعة، لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث نهى عن أشياء في الصلاة، نهى عن الالتفات في الصلاة، نهى عن كذلك الإيقاع كإيقاع الكلب في الصلاة، نهى عن أشياء يعني في مشابهة الحيوان في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل يعني بصره إلى السماء وهو في الصلاة، وجاء التحديد الشديد وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ينشق المد ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، وهذا دعاء، هذا جاء في صحيح مسلم الحديث أنس رضي الله عنه، في صحيح مسلم الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لا تخطفن أبصارهم أو لا ترجع إليهم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور التي نهى عنها، لا صلاة بحضرة الطعام لا وهو يدافع الأخبثان، كذلك من الأمور التي تخل يشبه الخشوع، يعني الأمور كلها يتعب الإنسان، كذلك فعلا يعني في لبسه يعني الثوب الذي فيه يعني أشياء يعني تخلي بالخشوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها ليحصل الإنسان على الخشوع، والخشوع هذا هو موضوعنا، الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة، هذا هو موضوعنا الآن، الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة، والتلذذ على العلم لا يكون إلا بأمرين، الأمر الأول المبادرة والتبكير بلذة إلى الصلاة، والأمر الثاني إطالة الصلاة بلذة عظيمة، وهذا ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة هم بأمر شيء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة أفهممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يجلس نترك الرسول يبقى يطول في القراءة الصلاة،
لأن المؤمن إذا ابتدأ في الصلاة لم يحس بالوقت. المؤمن إذا دخل في الصلاة بلذة لم يحس بالوقت. أما الصلاة هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان فيقوم فينقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا من صلة النفاق، لأن كثر الإنسان يحصر على الخشوع فيها، لأنه يسرع في الصلاة، لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود، لا يطمئن ولا يعتدل ولا يقف. كيف يحصل الإنسان على الخشوع؟ والخشوع هو الثمرة، لأن الخشوع كما قال هنا الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة. ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ذاق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم في باب الإيمان، كتاب الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال فهو مؤمن. هذا يعني في الترجمة الإمام النووي، الإمام النووي ترجم لهذا الحديث في صحيح مسلم: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب من المعاصي والكبائر. حديث صحيح في صحيح مسلم. ذاق طعم الإيمان وذوق الطعم، هذا لا يفهم أنه من الذوق الحسي، يعني يذوق الإنسان يعني باللسان، كلا أبدا. يعني الذوق على نوعين: ذوق يتلذذ الإنسان بلسانه ذوق، وذوق يتلذذ الإنسان بقلبه. إذا فالأمر الثاني هو المفهوم من هذا الحديث، هو ذوق المؤمن بقلبه، يعني ذاق طعم الإيمان بقلبه، يعني من أعمال القلوب. إذا ليس ذاق يعني طعم الإيمان بقلبه، لأن كما قال يعني الحسن البصري: العلم نوعان. وسبق معنا ذكر حديث جبير بن نفيل عند أصحاب السنن، لما قال يعني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما قال: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصر ببصره إلى نحو السماء فقال هذا أوان يرفع فيه العلم أو يختلس فيه العلم. فقال أحد الصحابة من الأنصار يقال زياد: قال يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لا نقرأ أنه ولا نقرأ أنه نساءنا وأبناءنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك يا أمك يا زياد، ثكلتك أمك يا زياد، وقد كنت أظنك أنك من فقهاء أهل المدينة. ثم بين صلى الله عليه وسلم: وهذه التوراة، وهذه كذب التوراة والإنجيل يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، وما تغني عنهم. فلقيت عباد بن الصامت وقلت: ألا تسمع إلى قول أخيك أبي الدرداء؟ قال ماذا قال؟ قال كذا قال وكذا قال. قال لقد صدق، صدق أبو الدرداء أيضا. قال والله إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من هذه الأمة. قال ولد، قال الخشوع. يوشك أن يدخل الرجل إلى جامع أو مسجد جامع فلا يرى رجلا خاشعا، أقول مسجد كبير مملوء بالناس، قال فلا يرى رجلا خاشعا في الصلاة. وأنا أسكي أدي علي أدي وصابي، لأن الخشوع يثمر ثمرة، ومن ثمرة الخشوع تكفير الذنوب. ثمرة الخشوع يعني تحصل الثواب الجزيل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للطائعين والخاشعين. ثمرة الخشوع استجابة الدعاء يعني داخل الصلاة. ثمرة الخشوع أن الله يقبل من عبده يعني هذه الطاعة. ثمرة كثيرة. هذا دليل على أن الإنسان إذا انصرف من الصلاة لم يجد هذه الثمرة، لا تكفر السيئات ولا رفع درجات الحسنات ولا استجابة الدعاء ولا يعني قبول يعني الأعمال الصالح، تجدها مثلا مباشرة يأتي إلى ما كان عليه. وهذا دليل على أن العمل ليس مقبول. إذا الإنسان مثلا حين خرج من الصلاة ذهب إلى العمل لأنه يوبخ نفسه قبل مثلا في الأمور التي
يخشى الله سبحانه وتعالى بها لا يفعلها، يعني أما من سؤل وحده هذه دليل على أن هذه الصلاة أثمرت. هذا هو الثمر المرجو، هذا هو حلاوة الإيمان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين: الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع للكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث متفق عليه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان، وبين علامة الإيمان، أن حلاوة الإيمان عندنا علامة الإيمان. حلاوة الإيمان لا تكون في اللسان، بل يجد الإنسان في القلب. إن الإيمان يزداد الإنسان، الإنسان يزداد يعني الإيمان يلو، هذا حلاوة الإيمان. يزيد في الطاعات، يزيد في الطاعات، يعني وجد حلاوة الإيمان. علامة الإيمان بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، لا يقدم يعني شيئا على أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لله، لا يحب مثلا لسبب من الأسباب، لا لشخصيته ولا لنسبه ولا كذلك لقرابته ولا لإحسانه إليه أبدا. هذا يكون إيش؟ محبة مع الله، لأن المحبة جعلها أهل العلم محبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله، هذه اثنان هذه المطلقة. أما المحبة مع الله هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك غير المحبة مع الله. أما محبة لله ومحبة في الله، يعني الحب في الله والبغض في الله من استكمال الإيمان. لا يحب الإنسان شخصا إلا لله، لأنه على طاعة الله وعلى منهج الله، لأن أحببته لله، لأنه في طاعة الله، لأن الله يحبه. هذا اسم المحبة في الله. المحبة لله أيضا كذلك، لا يحب لشخصيته ولا لماله ولا لنسبه ولا لقربته، بل يحبه لله. هذا من استكمال الإيمان، هذا من استكمال الإيمان. لهذا يعني الحسن البصري يقول العلم علمان: علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، هو الذي أثمر، هذا هو الذي أثمر، هو العلم القلب. أما علم اللسان قال هو حجة الله على ابن آدم، حجة الله على ابن آدم، وهذا كثير في الناس علم اللسان. أما علم القلب هذا ما ينقصه لكثير من الناس، علم القلب هو الذي يثمر، هذا هو الذي يثمر ثمرة المرجوة من هذا العمل الذي يدخل فيه الإنسان. فإذا دخل الإنسان يعني في الصلاة بخشوع واطمئنان وسؤادة فيها، أولا لا يحصل إلا بأمر كما ذكرنا، كما ذكر أعوجه. أنا عمل ناقين، أنا قل يعني ما قالوا أهل، أنا ما عندي ما أقول، أنا يعني ما قالوا أهل، يعني الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة، وهذا التلذذ الإنسان لا يلتذ يش إلا بأمرين: الأمر الأول المبادرة، والتبكير إلى العمل، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يبادر صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. الآن إحنا اليوم المساجد خالية من ذكر الله، خالية ليش من عمار المساجد؟ إلا حينما يكون الإنسان الإمام يصلي، يقول لك باقي ما بدأ يصلي، إلا تاني باقي ما بدأ يصلي، مشغول مشغول بالوسائل، شبكة العنكبوتية، يعني شغلات وشغلات الناس الكبير والصغير، كل شيء يعني في الآلة ينشقل أنترنت، هذا ينشقل هذا ليصلي، هذا يصلي قبل الله، هذا ما كمش يصلي، لا الإمام نقل يتعطل، لم يشد المسجد الأخرى يجري. شوف على الخشوع على الثمرة كده، يعني شوف شوف الثمرة، هذا دليل على الثمرة المرجوة عندك. أمشي على المسجد الفلاني الإمام يجري بسرعة 5 دقائق وكمل يصلي، هذا الإمام الأخر 15 دقائق على 20 دقيقة وتم المراسلة أجزاء سيرزي الله عمري جانا ولا خصك تنزل النفس دياله. وشوف هذا الشيء، هذا النفس حبت لك الشيء هذا مزيان، لأن الشيطان اللعين يحرص على الإنسان أن يثبطه عن العمل، يحرص الشيطان اللعين كل الحرص حتى في صحيحين
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعقد يعني الشيطان على قافية رأس أحدكم. إذا هو نام عقد عليه ثلاثة عقد. يقول يا عليك ليل طويل ارقد. لا تلك باقي بخير. أنا أسمع رسول. فإذا الإنسان إن استيقظ وذكر الله انحلت عقده. إذا قام وترضى انحلت عقده. إذا صلى انحلت يعني عقده كلها. أصبح نشيطا. أصبح الإنسان نشيط. وإلا أصبح كسلان خبيث. خبيث كسلان. لأن سبقه الشيطان عن العمل. لأن لو كان يخش تلذذ يعني العبادة ما يقال لسبيل آخر. مسابقة. مبادرة. بادر العمل سارع. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدى في كل شيء خير. تؤدى يعني التأني والتثبت في الأمر دون العجلة والاستعجال لا تعلم. لكن في عمل الخير لا. عمل الآخرة الإسراء سارعوا. لا تقولش بالتي لا تدعي فتح لك الوقت. وهذا ما التد يعني بعض يعني أهل العلم بعض يعني شيخ الإنسان العلم أحس بهذه الذي الأرض أقول قولي هذا وسكني ولكم من جمس من الآمن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.